بسم الله الرحمن الرحيم. العارف أول حسين إشبالي، حارس وطني فوج طليع بالعوينة. كنا نمشطوا في جبل شعامبي، تمشيت عادي، خدمة عادية كالمعتاد كالعادة. تفاجأنا في شهر ثنية بلغم طرشق على صاحبي على ساقيه قسالو، وجد في عيني شظايا ويدي عندي عين ما تشوفش بها وعين ما تشوف بها. احنا قلنا اللي كنتوا في معناتها في عملية تمشيط، معناتها عملية التمشيط هذه جات على اثر ورود اخبار بكونه فما جامعات موجودة، والا كانت عملية تمشيط؟ اخبار وارده عندها مده معناتها قديمه، معناتها عام وعام ونص، واحنا ديما نمشطوا معناتها اي حاجه معناتها قديمه ولا جديده. بون، في اللحظه ذيك ما كانتش ثم حاجه مؤكده، فهمت؟ كان ثم مجموعات في جبل، موجوده في الجبل، ما كناش متاكدين اللي هي بالضبط معناتها وين بالضبط. نخدموا خدمه كما العاده، نخدموا المشطو تمشيط باللي نجموا نمشطوه نمشطوه، البلاصه اللي باش نمشوا لها نتوجهوا لها يوجهونا لها نمشوا نمشطوها عادي. معناتها مش اول مره، مشطنا برشا مرات وديما نمشطو. احنا بنسأل اذا كان فماشي مشكلة اليوم متاع قلة التجهيزات فيما يتعلق بالامن ولا بالجيش، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فماشي مشكلة زادة متاع قلة خبرة، على خاطر اذا كان نشوفوا انه فما عوين 19 سنة موجودة على عين مكان في اماكن اللي هي تعتبر الجبهة متاع يعني مجموعات جهادية والى غير ذلك، 19 سنة ما نتخيلش كان العون ينجم يكون عنده الخبرة اللازمة. بالنسبة للخبرة، عنا عباد متكونين وعنا عباد تخدم شيء زي الإرهاب وطلايا كومودور حرس البات البيستروا فور سبيسيال بتاع الميليتير، عنا عباد متكونة. مي بالنسبة للماتريال، راهو ماتريالنا ناقص برشا حاجات، ناقص برشا برشا حاجات، ماتريال ماهوش كافي، ماتريال ناقص برشا. به اليوم فماشي لوم معناتها منك انت على اثر الاصابه هذه، خلينا نقولوا للاطراف المعنيه معناتها وزاره الاشراف. نلومه على الشعب التونسي كل، خاطر الشعب التونسي هو اللي سكت على الشيء هذا. الشعب التونسي خلى العباد هذه باش توصل الجبولات وتعمل الحبه اللي هي. كان تكلمنا الناس كل مع بعضنا، وكان الناس كل وقفت العباد هذه، راه ما صار الشيء هذا، ما وصلش الشيء هذا. احنا بلاد مسلم، الناس كل توانسه نحبوا بعضنا، بلاد مسلمه، يلزمنا الناس كل نقفوا وقفه واحده، ما نضروش رواحنا، بالعكس احنا لازمنا نكونوا متحابين، لازمنا نكونوا مع بعضنا، الناس كل كيف كيف، الناس كل ما ثماش فرق بين هذا وهذا، الناس كل كيف كيف، ثماش فرق. اليوم سمعنا من عند الدكتور ان انت رجعت تشوف شويه، معناتها تنجم تطمننا على حالتك صحيه؟ الحاله الصحيه كنت ما نشوفش بالعين الزوز، كانت 10% باش تنجح عيني اللي صار باش نشوف بها. الحمد لله تورجت بشوي بشوي، والحمد لله 95% نجحت عيني اللي صار اشوف بها. اليمين ما نشوفش بها، اليمين هي اللي ما نشوفش بها. وفما امل ان شاء الله انه ان شاء الله الامل اللي هما حكاوا لي معناتها باش نعاونوا معاك اللازم. بون ديما يبقى حديث، خاطر كيما ينجموا الأطباء يتبعوا هما الحالة نتاعي بشوي بشوي، إن شاء الله ماذا بيا بالطبيعة باش ترجع عيني لاباس، هذاك الشيء اللي نتمناه. باهي، نحب نفسح لك المجال، عندك شي حاجة أخرى شحال تحب تضيفها؟ نحب نضيف وين؟ نحب نضيف راهو العون الأمن تعب ياسر، عون الأمن وحده ما يعمل حد شيء. سلام. عون الأمن راهو يلزموا تساندوا الناس الكل، لازم تساندوا الشعب التونسي، لازم تساندوا الحكومة، لازم تساندوا باش ينجم يخدم مرتاح، باش ينجم يعمل اللي يحب عليه. ما ينجمش وحده يعمل حد شيء. هذا ايش نجم نوصلوا للشعب التونسي كله.